تناولت مختلف الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين أخباراً عن تكثيف النشاطات المتعلقة بالحملة الاستفتائية مع اقتراب موعد انتهائها الذي تفصلنا عنه 3 أيام. جاءت يومية الإكسبريسيون بتصريح الفريق السعيد شنغريح الذي قال: إنجاح الاستفتاء يستدعي التحلي أكثر من أي وقت مضى بنكران الذات وتحكيم صوت العقل بعيداً عن المصالح الشخصية، مشيراً إلى أنه لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الوطن. في نفس السياق تناولت يومية المساء كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على صدر صفحتها الأولى الذي أكد أن بلوغ الاستقرار الدائم للوطن ليس ببعيد ولا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة، داعياً لترجيح كفة المنطق السليم والمتزن. أما يومية الشعب فعنونت: التعديل الدستوري يسعى للنأي بالأمة عن الفتنة والعنف، وهو ما جاء على لسان الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي شدد على أن مشروع تعديل الدستور يمثل تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها. هو نفس الخبر الذي تداولته يومية النصر على صدر صفحتها الأولى بعنوان: التعديل الدستوري سيحمي البلاد من الفتن، وأكد الوزير أن المشروع يعيد البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما عرفته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة. 3 أيام على انتهاء الحملة الاستفتائية، النشاطات التحسيسية تتواصل. هكذا افتتحت جريدة المجاهد صفحتها الأولى مشيرة إلى تكثيف لقاءات مختلف منشطي الحملة مع المواطنين في مختلف الولايات من أجل التحسيس بأهم ما جاء به مشروع الدستور والدعوة إلى التوجه للتصويت يوم الأحد المقبل. من جهتها صحيفة المحور كتبت: المروجون للدستور الجديد يمرون إلى السرعة القصوى لحشد الدعم للوثيقة، أين أشارت الجريدة إلى تكثيف الوزراء الأحزاب والجمعيات من خرجاتهم لحشد المواطنين للتصويت بنعم على الدستور.